عليكم. اليوم رانا في منطقة بالقرب من حظيرة دنيا بارك، وروح نشوف الإقامة اللي واسمها الجزائرية، إقامة الجزائرية اللي الأشغال تقريبا انتهت فيها، يعني خاصة الجهة الخارجية. نلاحظ الإقامة هذه، ونزيد نروح نشوفها من جهة المقابلة. نرانا في الخلف هذا المدخل تاع الإقامة، هنا المدخل. هذه هي شوية من قريب، نسقسي السلام عليكم خويا، نقدر ندخلوا نشوفوا لا سي راه بيبي راه ماشي ديال السكنه القامة هذي. مابقيتش نوصل لها هكا صحيح. اذا هذه هي، قال لك ما كاش باش تشوف باش تدخل. ندخل منه وانا نشوف منه راح لابياس. شوف الإقامة هذه من جهة هذه،